السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات تجمع الموديل وتلاقي فيه واحد من الموديل متحرك من مكانه، تمام؟ يعني المفروض انا عندي المعماري والانشائي والكهرباء ميكانيكا، ممكن تلاقي نتيجة لأي سبب ان واحد فيهم مترحل، الانشائي مثلا مترحل شوية. طيب احل الموضوع ده ازاي؟ هاجي هنا اقول المودلز واروح مختار الحاجة اللي انا عايز احركها، والاقي هنا اتفعلت معايا موف اند روتيت ذا سيلكتد موديل. اروح مختار كده واقول له انا عايز احرك بمقدار مثلا 20، تمام، والواي مثلا بمقدار 20. ده على سبيل المثال، لاحظ ان الحاجه بدات تتحرك اهيت، تمام. انا عايز اعمل روتيت بزاويه كذا، انا عايز اعمل سكيل تكبر وتصغر الموديل زي ما انت عايز. طبعا انت بتحاول تعمل حاجه صح. لما تخلص تقول له سيف ويسيف هو الموديل بالشكل دوت.